محمد إنسان مرح من أول ما عرفناه من زمان، هو طالب الشهادة، جميع منشورات عن الشهادة، حكي عن الشهادة، هو تمناها والله أعطاه إياها. طبعاً إحنا مش بنعزي في حالنا، إحنا بنهني حالنا إنه صديقنا شهيد. قبلها بيوم ودعني يوم الخميس وكل بتشد استشهد، قلت له لا ان شاء الله لا. الجمعة كان وياه على الجبل مع بعض، بس الجمعة هاي ما طلعتش، انا كنت في الشغل. رن علي خالي بحكي لي محمد حمائل متصاب، قلت له شو اسم ابوه؟ بحكي لي سعيد. يعني صدمة، صرت اعيط طوالي. طلعت على المستشفى عنده، طلع محمد مستشهد. يعني من سنتين بعرفه يقول لي بدي استشهد بدي استشهد بدي استشهد، وانا احكي له لا، منعته 10 اكثر من 10 مرات ما يطلعش.